بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم دكاترة. خاطرة النهاردة القصيرة والبسيطة هي في الماسكولوسكيليتال. معاكم دكتور محمد كامل، أستاذ مساعد علاج الطبيعي في جامعة القاهرة، وريجستر لايسنس فيزيكال ثيرابيست في عدد من البلاد منهم أمريكا والمملكة المتحدة. طيب، إحنا عايزين نتكلم على موضوع، وهو موضوع الكلمة بنسمع دايما كلمة closed back position of a joint والloose back position of a joint، وبعد كده نبتدي نمسك joint joint ونشوف ايه الوضع. احنا عايزين دايما الحاجات تبقى قصيرة قوي، يعني تبقى من 5 لـ10 دقايق، ما تزيدش عن اكتر من كده، عشان يعني تبقى ميسرة ان احنا كلنا نسمعها. طيب، فايه موضوع closed back position؟ closed back position of a joint، joint position in which الارتيكوليتنج بونز هاف ذير ماكسيمم اريا اوف كونتاكت وذ ايتش اذر. جوينت مقفول، في ماكسيمم كونتاكت اوف ا بتوين الجوينت سيرفيسز وذ ايتش اذر. عكسها اللوز باك بوزيشن، بنقول ا جوينت لوز باك بوزيشن از ا بوزيشن وذ ذا ليست اماونت اوف كونجروينسي. معنى كلمه كونجروينسي معناه ان الارتيكوليتنج سيرفيس ان يعني ان كونتاكت وذ ايتش اذر ولا لا. Where the capsule and ligaments are lax, مريحة كويس، and the joint play or accessory movement is optimized. أقدر أعمل mobilization، أقدر أعمل في position ده. Any movement away from the closed back position اللي هو في maximum congruency أو the two joint surfaces are in contact together كويس takes a joint into a loose back position in which the area of contact and joint stability is reduced. يبقى ده التعريف عشان اعرف كلمه ما هو closed back position وما هو loose back position. تعالوا بقى نشوف، نمسك كده joints مع بعضنا ونقول كده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس، فهنا بالنسبه تعالوا نمسك، يعني بنقول description of specific positions. في كلمه قلنا lose back، الستريس اوف اون جوينت بيبقى مينيمال. في الكروس باك بوزيشن الستريس اون جوينت بيبقى ماكسيمال. طب الكونجروينسي اوف الجوينت اللي اقصد بيها الكونتاكت بتوين الجوينت سيرفيسز، في اللوز باك بيبقى مينيمال، في الكلوزد باك بيبقى فول. كويس. طيب الليجامنت بوزيشن، في اللوز باك بيبقى جريت لاكستي، ليجامنت مرتخيه فيها ارتخاء، في الكلوزد باك بيبقى فيه فول تايتنس، بتبقى الليجامنت مشدوده، وده طبعا عشان خاطر يحصل الكروس باك. تمام. طيب بالنسبه للجوينت سيرفيسز نو فوليشنال سيبريشن، اما في الكروس باك بيبقى كومبريست. كويس. طيب تعالوا بقى نمسك كده مع بعضينا. كويس. طبعا ده متاخد من كتاب ماجيل اورثوبيديك فيزيكال اسيسمنت. كويس. في اللوز باك بوزيشن اوف الجوينت وادي الكروس باك بوزيشن. تعالوا نمسك الفاسيت، الفاسيت جوينت دي موجوده فين؟ مش موجوده في السباين. كويس، between the vertebrae. طيب midway between inflection and extension، midway between inflection، هنتكلم هنا على loose back اللي هو less congruency. كويس، والligaments are lax، واقدر اعمل manipulation mobilization بتاعتي. يبقى في ده loose back position. كويس، عشان همسك التيبل الاولاني ده، يبقى الفاسيت joint في السباين ايه في loose back midway between inflection and extension. طب التيمبرومانديبولار joint mouth slightly open freeway space. تمام. طيب بالنسبه للكلينو هيومرال شولدر جوينت 55 degrees of abduction مع 30 degrees of horizontal adduction. تمام. طيب الاكروميو كلافيكولار جوينت اللي هو بتوين الايه، بتوين الاكروميوم اوف سكابولا والايه والكلافيكل، الارم ريستنج باي سايد ان نورمال فيسيولوجيكال بوزيشن. تمام. طيب الاسترنو كلافيكولار جوينت اللي هو ما بين الاسترنم والكلافيكل، الارم ريستنج باي سايد ان نورمال فيسيولوجيكال بوزيشن. طيب الانو هيومرال الالبو كويس 70 ديجري اوف فليكشن مع 10 ديجريز اوف سوباينيشن. طيب الراديو هيومرال الايه اللوز باك بوزيشن بتاعه، فول اكستنشن مع فول سوباينيشن. طيب البروكسيمال راديو انر جوينت 70 ديجري اوف فليكشن اوف طبعا الالبو مع 30 ديجري 5 ديجريز اوف سوباينيشن. طب الديسا راديو انر جوينت 10 ديجريز اوف سوباينيشن. طيب الراديو كاربن اللي هو ريست جوينت نيوترال ويز سلايت انر ديفيجن.
with a slight annular deviation. طيب الكاربو ميتاكاربال جوينت ميد واي بتوين الابدكشن والادكشن والفليكشن والاكستنشن. تمام. طيب الميتاكاربو فالانجيال جوينت سلايت فليكشن. طب الانتر فالانجيال جوينت سلايت فليكشن. طيب ننزل تحت الهيب جوينت 30 ديجري اوف فليكشن مع 30 ديجري اوف ابدكشن وسلايت لاترال روتيشن. طب بالنسبه للني 25 ديجريز اوف فليكشن. تمام. طب التير كروشن اللي هو الانكل جوينت 10 ديجريز اوف بلانتر فليكشن وميد واي بتوين الماكسيمم انفيرجن اند ايفيرجن. طب السب تيلر جوينت ميد واي بتوين اكستريمز اوف ذا رينج اوف موشن. تمام. طب الميد تارسال جوينت ميد واي بتوين اكستريمز اوف ذا رينج اوف موشن. طيب التارسو ميتا تارسال جوينت ميد واي بتوين اكستريمز اوف ذا رينج اوف موفمنت. تمام. طيب الميتا تارسو فالانجيال جوينت يعني ما بوصلش، معنى كلمه ميد واي ان انا ما بوصلش لنهايه الرينج سواء من الناحيه ده، ما هو مش اي جوينت ليه رينج سواء من نهايه بدايته لنهايته. كويس. فاحنا في الميد واي اوفر بتاع الرينج ده. الميتا تارسو فالانجيال جوينت نيوترال. تمام. الانتر فالانجيال جوينت سلايت فليكشن. تمام. يبقى ده احنا مسكنا اللوز باك بوزيشن. تعال نشوف الكلوز باك بوزيشن اللي هو فيه الماكسيمم كونجروينسي بتوين الجوينت سيرفيسز اللي هي الجوينت فيها مقفول. تمام. طيب الفاسيتس بتاع السباين الاكستنشن. تمام. طيب التمبرو مانديبولا كلينش التيث لما ادوس على اسناني كده كاني بقض على حاجه. الجلينو هيومرال ابدكشن مع لاترال روتيشن. كويس. طيب الاكروميوكلافيكولار الارم بيبقى ابدكتد ل 90 ديجري. طيب الاسترنوكلافيكولار جوينت الماكسيمم شولدر اليفيشن. الالنو هيومرال او الالبو اكستنشن. الراديو هيومرال الالبو فليكس 90 ديجري والفور ارم سوبينيتد ايه 5 ديجريز. تمام. البروكسيمال راديو النر جوينت 5 ديجريز اوف سوبينيشن. الديستال راديو النر جوينت 5 ديجريز اوف سوبينيشن. الراديو كاربال او ريست اكستنشن وذ راديال ديفيجن. الميتا تارسو فالانجيال في الفينجرز فول فليكشن. تمام. ان انا بعد كده انا هتكلم هنزل تحت هتكلم في الميتا تارسو فالانجيال في الفينجرز. كويس. طيب الميتا تارسو فالانجيال في الثامب الفول اوبوزيشن. كويس. فول اوبوزيشن اوف ذا ايه اوف ذا ثامب. الانتر فالانجيال جوينت فول اكستنشن. طيب ننزل تحت الهيب فول اكستنشن مع ميديال روتيشن. ده الكلوزد باك بوزيشن. الني فول اكستنشن مع لاترال روتيشن اوف تيبيا. التيل كروشال او الانكل ماكسيمم دورسيفليكشن. السب تيلر في سوباينيشن. الميد تارسال في سوباينيشن. التارسو ميتاتارسال سوباينيشن. كويس. الميدا تارسو فالانجيال فول اكستنشن. الانتر فالانجيال فول اكستنشن. دي كانت خاطره اليوم بسيطه في الماسكولوسكيليتال، اتكلمنا فيها على الكلوز باك بوزيشن واللوز باك بوزيشن، وابقاكم في خاطرات اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا.